مباراة منتخب المغرب للفوتسال ضد منتخب البرازيل في ربع نهائي دور الثمانية من كأس العالم للفوتسال أوزبكستان 2024. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم جمهور المنتخب المغربي وجمهور المغرب الحبيب. من فضلكم لايك للفيديو واكتبوا لنا في صندوق التعليقات رأيكم في مباراة المغرب وإيران، وأيضا توقعاتكم لمباراة المغرب والبرازيل في ربع النهائي، نهائي أو ربع نهائي مكرر، ربع نهائي معاد مرة ثانية من بطولة كأس العالم لتوانيا 2021. المغرب يصطدم بالبرازيل في ربع النهائي في دور الثمانية. منتخب البرازيل اللي كان في دور الستاشر في مباراة ترفيهية، مباراة سهلة ضد كوستاريكا وفاز عليه بنتيجة كبيرة. أما منتخب المغرب اللي كان في صدام قوي مع منتخب إيران، والحمد لله قدر منتخب المغرب يتخطى منتخب إيران رغم كل الظروف الصعبة والإصابات اللي كانت موجودة في صفوف المنتخب المغربي، ليضرب موعدا المنتخب المغربي مع بطل العالم 5 مرات منتخب البرازيل والمصنف الأول عالميا في ربع النهائي. منتخب البرازيل اللي في دور المجموعات فاز بسهولة على كوبا وعلى كرواتيا وعلى تايلاند، وأيضا في دور الستاشر بسهولة على كوستاريكا. أما منتخب المغرب اللي فاز على طاجكستان وفاز على بنما وكان فيه هزيمة من البرتغال وفاز على إيران عشان يلتقي الفريقين أو يلتقي المنتخبين في ربع النهائي. عايز أقول لك إن المباراة إن شاء الله هتكون يوم الأحد القادم، البرازيل والمغرب يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، 29/9/2024 الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، 1:30 ظهرا بتوقيت المغرب. إن شاء الله نتمنى أن قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة المغرب والبرازيل في ربع النهائي زي ما نقلت مباراة المغرب وإيران في دور الستاشر. النهاردة إحنا فرحانين، النهاردة إحنا مبسوطين، مباراة البرازيل هتكون قوية وأقوى من مباراة إيران، ولكن بعد كل الإصابات وبعد كل الظروف اللي مر بيها المنتخب المغربي أعتقد مفيش أسوأ من كده ظروف أن يكون فيها المنتخب المغربي، وبالتالي بالقوة والعزيمة والإصرار نقدر نفوز على البرازيل بإذن الله ونصل إلى نصف النهائي، ولما لا. 2021 كان فاز المنتخب البرازيلي 1-0. المنتخب البرازيلي قوي جدا في هذه النسخة، ولكن المنتخب المغربي أدها وأدود، وزي ما كان أد التحدي في مباراة إيران هو أد التحدي بإذن الله يوم الأحد القادم 29 سبتمبر أمام البرازيل اللي عندها 5 ألقاب كأس عالم للفوتسال، ولكن هشام الدكيك، عبد الكريم إمبيا، أنس العيان، سفيان المصرار، سفيان الشعراوي، كل اللاعبين، عثمان بوموزو، خالد بوزيد اللي نتمنى له الشفاء، سفيان بوريت، يعني كل اللاعبين نتمنى يكونوا في يومهم يوم ماتش البرازيل بإذن الله. مباراة واحدة تفصلنا عن حلم التأهل إلى نصف النهائي، مباراة واحدة يعني تفصلنا عن المربع الذهبي. مواجهة البرازيل ستكون مواجهة قوية جدا، تمنياتي بالتوفيق لمنتخب المغرب. قلت أطلع وأقول لكم على موعد مباراة منتخب المغرب ضد البرازيل يوم الأحد القادم إن شاء الله 29/9 البرازيل والمغرب، 1:30 ظهرا بتوقيت المغرب. أتمنى تدعمونا بلايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.